مسرع وإصابة 15 شخص في انقلاب ميكروباص بأسوان. لقى شخص مسرع وأصيب 14 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص عند الكيلو 43 على طريق جرف حسين جنوب أسوان. تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطار بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق جرف حسين جنوب أسوان، ما أسفر عن مسرع شخص وإصابة 14 آخرون. جرى نقلهم للمستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالوقعة واختلت النيابة التي تولت التحقيق.